هو حضرتك عايز الولاد في ايه؟ انا بقول سيادتك لو نخلي الولاد برا الموضوع يكون احسن. يا ريت حضرتك. طب ما انتوا بتعرفوا تتفقوا اهو على حاجه. اصل الولاد ذنبهم ايه سيادتك؟ ذنبهم ان ليهم اب وام مجانين، كل واحد عايز يرمي المسؤوليه على التاني. الولاد يكونوا قدام الاتنين اللي جاي. بس حضرتك هم عندهم امتحانات اخر السنه. ما قلتليش يعني. وانت داري بحاجه، ما كفايه عليك الاموره. خلاص انتوا هتتخانقوا قدامي كمان. انا هاجل الجلسه شهر، وهي فرصه يمكن تعقلوا. سياده القاضي، طيب وبالنسبه لقضيه النفقه والمتعه والعده وتبديد العفش؟ عفش ايه يا استاذه؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ مش لما نحكم الاول في قضيه الطلاق؟ وانت يا استاذ حماده مش ناوي تعترض؟ ما حد سمع لك حس يعني. ما عادش ليه لزوم يا سياده القاضي. ما هو سيادتك لما تشوف اعز اتنين عندك، ابني ومرات ابني، واقفين لبعض وش في وش، وبيعندوا مع بعض على كلام فاضي، وبيدوسوا برجليهم على عيالهم، احفادي اللي طلعت بيهم من الدنيا، يبقى الحكاية خلاص خلصت. أنا مش هكمل في القضية دي، ومتنازل على أتعابي اللي ما كنتش هاخدها أصلا. رفعت الجلسة. حاضر حاضر يا ريسة، ما تقلقيش هروح له بكرة في الميعاد إن شاء الله. أوكي سلام. هي الست دي ما بتفصلش حتى وهي في دبي. مش ممكن، وانا اللي بحسب نفسي حمار شغل؟ انا ما شفتش كده في حياتي. هي عايزه منك ايه؟ زبطت مع عميل يا ستي في دبي وعايزاني اروح اقابله واخلص معاه. وطبعا الكوميشن ده هيتحط في حسابها. اكيد طبعا، هي الحدايه بترمي كتاكيت. احنا لازم نقعد مع الشريف ونحط النقط على الحروف. هو شريف فاضلنا؟ هو عمل ايه صحيح في المحكمه؟ ما بيردش عليا خالص، كل ما اتصل بيه كنسل. بصراحه يا حسام، بعد اللي حصل لشريف وحوار الطلاق ده، انا ابتديت اخاف من فكره الجواز. ما انا كنت خايف اكتر منك، بس لما فكرت كده على رواقه لقيت ان الجواز عباره عن شركه تضامن بين طرفين، لو نجحت هتستمر ولو فشلت كل واحد يروح لحاله. ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ ده بدل يا اخي ما تطمني وتحنن قلبي. هو انت ايه، بخيل في كل حاجه حتى الرومانسيه؟ رومانسيه ايه يا علا في الغلا اللي احنا فيه ده والايام المهببه دي؟ خليكي واقعيه يا علا، الوضوح مفيش احسن منه. اه فعلا الوضوح مفيش احسن منه، عشان كده بقى انا عايزه ابلغك رساله من طنط بوسينه. يا دي النيل على طنط بوسينه، انا هاجي اخنقها الوليه دي على فكره. يا طنط بوسينه دي مفيش حد في حياتها غيري. عايزه ايه ست بوسينه؟ اولا هي بتسلم عليك. سلمت عليها عقربه، ادخلي في الموضوع يا علا. بتقول لك يا حسام يا ابني مفيش جواز الا لما تستلم الشقه. بوسينه قالت الكلام ده؟ ايوه قالت الكلام ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. صباح الخير. اهلا يا مها، اتفضلي. هو حماده مختفي فين؟ ده بقاله يومين ما فتحش البلكونه. من ساعه ما رجعنا من المحكمه وهو حابس نفسه في الاوضه. وده اسمه كلام؟ ده كان بيعيب عليك لما بتزعل وتحبس نفسك في اوضتك. هو كده طول عمره قلود، يقعد يعيب عليا وفي نفس الوقت يقلدني. طب قولي انتوا عملتوا ايه في المحكمه؟ الجلسه اتاجلت شهر. طب كويس، فرصه تقعد مع مروه وتتكلم معاها، وان شاء الله ان شاء الله تتصافوا. انا بالنسبه لي الكلام خلص، هي بقى عايزه ترجع، عايزه تتطلق براحتها. هو انت زمان لما شفت مروه
خير يا أستاذة؟ في حاجة جديدة بالنسبة للقضية؟ حصل إيه مع الولاد؟ لا أنا مش هتكلم مع الولاد خالص دلوقتي، لما يخلصوا امتحانات نبقى نشوف القصة دي. وبتشوفي جوزك؟ لا، ليه؟ أنا مش عايزاك تقابلي كائن ده خالص، كلامه معسول كده ومسهوك وممكن يأثر عليكي. بس إحنا أكيد هنتقابل عشان ظروف شغلي. مفيش مشكلة، المهم يكون في مسافة بينك وبينه. مسافة؟ مسافة قد إيه يعني؟ وسعيها على قد ما تقدر يا مروة. ألا؟ حاضر. وأنا ابتديت أعمل تحريات على هايدي السماك دي. بجد؟ أيوة طبعاً، وقريب قوي هجيب لك أصلها وفصلها. ياريت ياريت يا أستاذة. ما تقلقيش يا قطة، قبل ما تطلقي من جوزك هنكون خلصنا على هايدي السماك دي، وساعتها لا هيطول عنب الشام ولا بلح اليمن، هيقعد يعدد زي خيبتها. طب معلش في السؤال، هو أنا بلح ولا عنب يا أستاذة؟ معلش. روحي لعيالك يا مروة، رفعت الجلسة. حمادة حمادة، اصحى يا حمادة. ايه ده؟ ما هو انت حقيقة ولا خيال؟ لا لا لا، هلا اكيد بحلم مش كده؟ لا انت صاحي وانا واقفة قدامك اهو. لا لا، انت بتضحكي عليا. ايه اللي هيجيب مها قطي هنا؟ مها اخرها في البلكونة. اعمل ايه؟ ما انت بتدلع وحابس نفسك بقالك كام يوم. يعني انت بجد؟ قوم بقى قوم يا حمادة بقى، بلاش دلع، يلا يلا عشان الفطار هيبرد. ومستعجلة على الفطار ليه بس؟ ما تخلينا قاعدين شوية. قوم يا حمادة بدل ما امشي واسيبك. أمري لله. أمال الواد شريف فين؟ شريف راح شغله. يعني احنا لوحدينا؟ قوم يا حمادة قوم افطر وخلي يومك ده يعدي على خير. حاضر. كريم ما عندوش النهاردة امتحان، قاعد مع رنا في البيت. وهنا أديني مستنياها قدام المدرسة. أنا قلقانة على الولاد قوي يا مارو. ربنا يستر يا ماما. أهي هنا خرجت. يلا يا ماما أكلمك بعدين. ها عملتي إيه هنونة؟ عملت وحش يا ماما. ليه كده بس يا حبيبتي؟ ده أنت عمرك ما عملتيها. أهو اللي حصل بقى. طب يلا يلا اركبي. ده انتي من يوم ما اتولدتي وانتي بتجيبي في الانجليش فول مارك، ايه اللي خيبك كده؟ مش عارفه اركز، انا تعبانه يا ماما. فيكي ايه بس يا حبيبتي؟ يعني مش عارفه في ايه؟ وانا هعرف منين؟ ما تقولي وتخلصي. انا خايفه الاقي نفسي في يوم من الايام زي ساره. ساره؟ ساره اللي بتضرب ستروكس؟ ايوه. ليه؟ ما تضربي كل احسن. حرام عليكي، ده انا ضيعت عمري وشبابي في تربيتكم. يا ماما انا كل ما افتكر ان انتي وبابا هتسيبوا بعض بحس ان انا هضيع. ومين قالك ان احنا هنسيب بعض؟ دول شويه زعل وخلاص وهيروحوا لحالهم. هو الزعل ده مش هيخلص؟ هو خلص فعلا. ارتحتي؟ امال بابا قاعد عند جده ليه؟ ما انت عارفه جده حماده شبطان في شريف، بس انا هخليه يرجع في اقرب وقت. بجد يا ماما؟ ايوه بجد. قوليلي بقى لخبطتي في ايه بالظبط؟ انا كنت هقع من طولي في المحكمه يا ما. الف بعد الشر عليك يا حماده. انا ما كنتش مصدق اللي بسمعه، فجاه لقيت مروه بتقول له خد العيال مش عايزاهم، وشريف يقول لها خديهم انتي انا ماليش فيهم. انا بقى كنت هتجنن. اكيد الكلام ده من ورا قلبهم. كل الحكايه ان العند ركبهم وكل واحد عايز يلوي دراع التاني. والولاد ذنبهم ايه بس في الحك ده؟ انا عارفه ان الموضوع بقى دمه تقيل قوي، بس مش معنى كده انك تحبس نفسك في الاوضه يا حماده. ما انا قلت اطقمس حبتين. مش وقت امس، شريف محتاج لك الايام دي اكتر من اي وقت فات. ما انا عارف. طب يلا يلا بقى صحصح كده وفوق. بقول لك ايه، ما تيجي نروح النادي. نادي؟ نادي لا، هتقعدي بقى تلفلفيني السبع لفات اللي هما في التراك ولا هنهج؟ لا لا والله يا حبيبي، ده هما بس هيبقوا تلات لفات بس. انسي انسي. لا لا. طب خليهم لفتين. لفة واحدة لفة واحدة. قلتي ايه؟ ماشي يا حمادة زي بعضه، اي حاجة تيجي منك كويسة.
ممكن أدخل؟ مروة؟ أنت شايف إيه يعني؟ أنا شايف إن رجلك ابتدت تاخد على المكان. قصدك إيه يا شريف؟ ما هو مش معقول كل شوية تنطيلي في الشركة يعني. ياه؟ للدرجة دي مش عايز تشوف خلقتي؟ مش الفكرة، بس أنا بخاف على سمعتي. الزملاء هنا يقولوا إيه؟ ما تقلقش يا حبيبي، أنت كده كده سمعتك زي الطين، سيرتك على كل لسان في الشركة، شريف وهايدي وهايدي وشريف. أنا شامم ريحة علا. أنت قابلتي البت دي؟ يا ريت كل الناس زي علا. أنا بفكر أنقلها أصلاً، ولا أقولك أنا حرفتها أحسن. سيبك من العك ده بقى، أنا عايزك في موضوع مهم. أكيد مسافرة. مسافرة فين يا هانم المرة دي؟ جزر القمر ولا بوركينا فاسو؟ لا أنا مش مسافرة اليومين دول. مال عايزاني في إيه؟ أنا عايزك تمثل. أفندم؟